وبركاته. معانا النهارده اول تحدي في اثناء فيروس كورونا، ومعانا عبد الله. انا عبد الله صاحب محمد، وانا عامل تحديات النهارده، يا رب يعجبكم النهارده وكده. هيعمل فوازير وكده يعني. نبدا باول فزوره. شيء موجود في السماء لو اضفت له حرف اصبح في الارض. شيء موجود في السماء لو اضفت له حرف واحد بقى في الارض. مفيش اختيارات؟ ايوه. حاجة موجودة في السماء لو تطلع حرف واحد يبقى في الأرض. السحاب؟ لا. النجم؟ شمس؟ قولي إجابة. مش عارف. القمر. متعرفش الإجابة؟ ده تعرف. قلت من دماغ؟ النجم؟ أه ليه بقى؟ لا ما ليه دي مش داعي ليها. لا ما لازم تقول ليه. النجم في السماء، حدث له عشان يبقى في الارض. النجم في الاخر يعني حق؟ النجم بس الاجابه هتبقى منجم. ما هو نجم حطيت له مين بقى منجم في الارض. تمام. عموما يعني ماشي. السؤال الثاني، ايه الشيء اللي بيوصلك بيتك من بيتك لشغلك من غير ما يتحرك؟ من غير ما يتحرك؟ اهو سؤال. بيتي من غير ما يتحرك. بص دي اسئله عايزه تفكير، بس من غير تفكير اللي هو ازاي معرفش. تفتكر بيتك من غير ما يتحرك؟ اه. حاجه بتوصلك من بيتك لشغلك من غير ما يتحرك. بتوصلك مشاويرك عامه يعني، مثلا الجزمه والكرسي. لا مش عارف. حاجه ايه الحاجه؟ لا مش عارف انت. حاجه عامة يعني. ايه اللي بحاجة بروح بيها مثلا؟ التاكسي مثلا او مصر. من غير ما تتحرك. من غير ما اتحرك؟ من غير هي الشيء ده ما يتحرك. بيوصلك بيتها. لا مش جاي. الطريق. لا كويسة. كمل. اقول بص. عندنا ايه الشيء اللي كل ما رميته احتجت له؟ ده سؤال صعب شوية، أنا أعتقد الناس ما كنتش عارفة. كل ما رميت في إيه مثلا؟ في أي ثانية؟ مش عارف. شيء كل ما رميت أحتك إيه؟ آه. مش جاية، أنا مش عارف. أنا غبي، أنا مش غاية. سبكة السيد. سبكة السيد؟ كويس. هديك أنا إجابات دلوقتي وتشوفوها. جسم أسود وقلب أبيض ورأس أخضر، فما هو؟ جسم اسود وكلبه ابيض. ايه؟ وكلبه ابيض؟ اه. راسه اخضر. اه ماشي. راسه اخضر. ما هو؟ مش هتجيبها. البتنجان. صح ما شاء الله. بجد والله. صح. ما هي الشيء الذي كلما خطأ خطوة كلما خطأ شيئا منزله؟ ايه؟ يعني ايه؟ بيشيل منزله، بيشيل منزله. كلما خطأ خطوة صعبة دي. يعني ايه؟ يقول لك ازاي؟ اقول لك مثلا اختيارات ثانية. الذي كلما خطأ خطوة فقد شيء من زيه. بص بقى 200 اي كيو ده ابرة الخياطة. ايوه يا جدعان. ما هي التي تمشي بلا رجلين وتبكي بلا عينين؟ سهلة دي. تمشي بلا رجلين يعني بتطير. اه. وبتبكي من غير عين. تبكي من غير عينين. سحاب. سهلة. ودلوقتي انا جاوبت سؤال واحد و عبد الله جاوب سؤال واحد وانا جاوبت تلات اسئله كده. عبد الله خسر وانا اللي كسبت كده. بقى هو بقى ليه يعقوب ليه هيمثل اعلان من اعلانات رمضان. ايه هو بقى؟ انا عبد الله هتعمل يعقوب بتاعك هتمثل اعلان من اعلانات رمضان. الله بينا. عند ماما الشاور ده يستحمى يستحمى حمى حمى يستحمى بنجولين. الرفيع والكلبوزة واللي عاوز ريحته موزة يستحمى حمى حمى يستحمى بنجولين. شاور في السليم بنجولين. لا ميكروب ولا جراثيم بنجولين. هنخلي المولودين بنجولين. سابع نومة نايمين بنجولين. ده
الحوار بين دولينا هو بعسل وكالنديولا، ما فيهوش حاجه صناعيه، كل الحاجات طبيعيه. يلا 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 عند ماما كله كله استحمى استحمى حمى حمى استحمى بين دولينا. رب يكون العقاب عجبكم، ونشوفكم بقى في فيديوهاتنا الجايه. لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس. تمام، سلام.